مزيد من التفاصيل وعشان نطمن على اخبار الفريق والنهارده استئناف التدريبات، اروح بسرعه للزميل العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي من مقر النادي الاهلي بالجزيره، وقبل حوالي 35 دقيقه من بدايه مران الاهلي. توفيق، مساء الخير. مساء الخير زميل عزيز محمد سعيد، تحياتي ليك ولكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. اخر الاخبار عندك، وانا عارف ان في اجتماعات وفي تفاصيل كتيره متعلقه باستعداد الاهلي لمباراه سيمبا. الجهاز الفني هل وصل لملعب التتش؟ اللاعبين اللي ظهروا قدامك موجودين؟ يعني نطمن منك عن ابرز اخر او اخر الاخبار اللي عندك، وكمان تطمني على انطوني موديست لانه تغيب عن لقاء الذهاب بسبب نزله برد كانت قويه جدا. يعني في البدايه محمد زي ما انت قلت، السادات هنا على قدم وساق، بطوله مضغوطه جدا، تتكلم في كل 72 ساعه و 48 ساعه مباراه، فعلى طول يعني ما بتلحقش تلتقط انفاسك، بتشتغل على طول. يمكن الفريق واصل طبعا يعني فجر الامس، على طول النهارده اول تدريبات، هيبقى تدريب النهارده وتدريب غدا باذن الله، ومن بعدها على طول المباراه في الخميس مساء الثلاثاء باذن الله رب العالمين. ان شاء الله التوفيق يكون معانا ونحقق الفوز باذن الله ونصعد للدور نصف النهائي. كان محمد التدريب هيبتدي بالفعل في تمام الثالثه، ولكن الثالثه دي بتلاقي اللعيبه والجهاز الفني موجودين داخل النادي هنا بدايه من الثالثه عصر. يمكن الجهاز الفني بيجي في البدايه، وبعدين اللاعبين لو في لعيبه محتاجه تخش الجيم بتخش الجيم، لعيب محتاج مثلا يتدلك او في اي حاجه مع الجهاز الطبي بيكون موجود من بدري جدا. الجهاز الفني كمان كعاده النادي الاهلي بقى في اجتماعات ما بين الجهاز الفني وبعضه، كمان مع كابتن خالد بيبو مدير الكوره، ليه بعض التنسيقات اللي بتبقى اداريه داخل الفريق. فيعني خليه نحل بتبقى موجوده في ملعب مختار التتش بدءا من الثالثه عشان التمرين يبتدي بالفعل في الثالثه. محمد، يمكن وانا بكلمك حالا كمان دلوقتي من الساعه 4 والنصف كده، فعدد كبير جدا من اللاعبين بقى اللي بيتاهلوا موجودين في ارضيه الملعب، بيجروا برنامجهم الاستشفائي والتاهيلي، طبعا على راسهم عمرو السوليه وكمان كريم فؤاد. اللي عايز اطمنك على عمرو السوليه، خلاص في مراحله الاخيره من التاهيل، وكمان كريم فؤاد اطمنت عليه من دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي بالنادي الاهلي، قال له الحمد لله عمل اشعه جديده وفي تحسن بشكل كبير جدا، وان شاء الله قريبا الاثنين يكونوا في التدريبات الجماعيه. يعني السوليه في المران دلوقتي يا توفيق ان شاء الله ننتظر بدايه التمرين. لا، بيجري بعد التدريبات الاستشفائيه والتاهيليه محمد في برنامجه، خلاص في المراحل الاخيره من البرنامج، وكمان كريم فؤاد. يمكن كريم فؤاد بقول لك عمل اشعه جديده والحمد لله نتائجها مطمئنه جدا، وان شاء الله الاثنين يكونوا قريبا في التدريبات الجماعيه. في ان شاء الله مفاجاه، بس ما خلينا ما نستعجلش ونستنى بدايه المران. في مفاجاه النهارده، لعيب من اللعيبه اللي كانت غايبه لمده طويله الفتره اللي فاتت ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات الجماعيه. خلينا ما نسبقش الاحداث، ومع بدايه المران اطمنك واطمن جمهور النادي الاهلي كله ان شاء الله لاعب مهم جدا في الفريق هيكون مشارك في التدريبات الجماعيه باذن الله مع بدايه الاعداد لمباراه العوده امام سيمبا النهارده. ان شاء الله هيكون موجود في التدريبات. صلاح محسن كمان عاوز اطمنك عليه. محمد عبد المنعم، يمكن لما اتكلمت مع دكتور احمد جاب الله قال لي ان هو كان جاي اصلا مصاب من المنتخب محمد، يمكن كان واخد خبطه جامده جدا في الانكل، قال لي كان جدا عملنا معاه مجهود كبير جدا، وان شاء الله يعني في تيست هتعمله النهارده قبل التدريب الجماعي، وعلى اساسه يعني هيتم تحديد مشاركه محمد عبد المنعم في التدريبات الجماعيه النهارده او استكماله لبعض التدريبات التاهيليه. باقي اللاعبين عن محمد الحمد لله كلهم في حاله جيده باذن الله، يكون كلهم موجودين في المران وتحت امر مستر مارسيل كولر فنيا واختياراته ان شاء الله في المباراه القادمه. انت عارف ما فيش وقت يا محمد، اللعيبه يعني بتبقى عايز تاهل بسرعه، استشفى بسرعه، ريكفري، علشان المباراه ما فيش فرق، وكمان عامل السفر اعتقد مهرج جدا. فان شاء الله يعني ربنا يجنب لعيبنا كلها الاصابات، وان شاء الله كلهم يكونوا في احسن حال، وان شاء الله كمان فنيا يكونوا موفقين في الملعب. تدريب باذن الله هنبتدي زي ما قلت لك في تمام السادسه، بكره هيكون التمرين الاخير والاساسي ان شاء الله. بكره بقى محمد زي ما انت عارف هيبقى يوم حافل جدا، سواء المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراه اللي هيحضره طبعا كابتن مستر مارسيل كولر وكابتن محمد الشناوي من جانب فريق النادي الاهلي، وكمان هيبقى الاجتماع الفني للمباراه اللي ينتظر باذن الله رب العالمين. النادي الاهلي هيرجع لزيه التقليدي وهيرتدي زيه الاحمر في هذه المباراه، وكمان طبعا مجهودات كبيره جدا من مجلس اداره النادي الاهلي للحصول على الساعه الكامله لاستاد القاهره لوجود جمهور النادي الاهلي، اولا للمساهمه في القضيه الفلسطينيه ودعوه اشقائنا الفلسطينيين، وكمان مؤازره النادي الاهلي في مباراه مهمه باذن الله رب العالمين تكون مفتاح وخطوه مهمه جدا نحو صعودنا ان شاء الله للدور نصف النهائي. طيب توفيق، عايزك تطمنا على انطوني موديست، سالتك عليه، الناس كتير قلقانه، نزله البرد القويه جدا اللي منعته من السفر الى تنزانيا، هل ظهر قدامك النهارده في التتش ولا الوضع بالنسبه لموديست ايه؟ قلت لك يا محمد وعد بكرر تاني ان شاء الله مع بدايه المران يكون موجود في المران الجماعي النهارده مع بقيه زملائه في الفريق. لا ان شاء الله الامور كلها مطمئنه. لا اقصد ان انت شفته في النادي، يعني وصل المران موجود، يكون تحت امر الجهاز الفني.
لا موجود بالفعل ان شاء الله، يعني مشاركته في المران طبعا دي ترجع لدكتور احمد عجب الله زي ما قلت لك، يعني كل اللعيبه بتبقى موجوده تقريبا قبل التمرين بساعتين يا محمد. اللعيب زي ما قلت لك اللي محتاج يخش الجيم، محتاج تقويات، محتاج يعمل جلسه مساج او حاجه او تدليك في غرف الجهاز الفني او الجهاز الطبي بيبقى موجودين من بدري مع بدايه المران. يعني دكتور احمد جاب الله زي ما بقول لك بيبقى موجود يمكن ساعتين ثلاثه قبل التمرين، بيبص على اللاعبين كلهم، اي حد عنده شكوى بيبدا يوجهه ان كان يروح الجيم او يعمل ايه. علي معلول كمان بطمنك موجود النهارده، قابلته بحاله معنويه وفنيه اكثر من رائعه، يمكن كل الناس هتستقبل اكثر من رائع من علي معلول. يمكن المجموعه طبعا اللي كانت مسافره النهارده اول مره اشوف علي معلول، فيمكن استقبال اكثر من رائع ليه وعودته واحد من اللاعبين المهمين اللي ان شاء الله يكون موجود طبعا ويتسلح به فريق النادي الاهلي في مباراه مهمه زي ما قلنا امام سيمبا باذن الله رب العالمين، وباذن الله تكون بوابه عبورنا ان شاء الله للدور التالي والدور نصف النهائي ان شاء الله من بطوله الدوري الافريقي. محمد باذن الله. زميلنا العزيز محمد توفيق موفد قناه الاهلي، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والايضاحات من مقر النادي بالجزيره قبل نصف ساعه من انطلاق اول مران للاهلي بعد العوده من تنزانيا.